على قبول لك خناقه انت بلا نزل باش تحبي من معاها ياك كل شويه. هذا القرار هذا ديال اللجان الداخليه باش حنا نفرضوا على الكليان باش الا بغى يجلس عندنا ونضيفوه خصنا نطلبوا منه جواز ديال التلقيح. هذا خطا كبير وانا شخصيا ما يمكنلياش نطلب من الكليان الجواز ديال التلقيح باش نسر به في الوقت اللي انا هنايا في هذا اللوكال. هذا هو معروف يعني كنخدموا يعني 90 دقيقه هي اللي عندنا هنا في الحريه ديال التصرف مع الكليان. يعني وعندي فريق ستاف اللي كيخدم في الاكستيريور اللي كيجيب الكليان بالكشايف باش كيجيبو في الوقت اللي انا نفرض عليه الجواز. ما يمكنش يعني انا قادر نسر بالانسان بلا ما يكون لا جواز لا والو. يعني مثلا الا جا شي رجل امن ولا رجل شرطه ولا شي حاجه راه ما يمكنش تقول ليه جواز ديالك فهمتي. وحنا يعني عندنا واحد الريسك في هذا الوقت هذا في هذا لابيريود هذه يعني وبخصوص انا كنبريباري المحل ديالي هنا ب 600 درهم في النهار. يعني ما يمكنش الا كانت الدوله غادي تضمن لي هاد المصاريف اللي كندير يمكن نمشي معاهم ثاني في هذا الاطار ديال القانون. ولكن شكون غادي يخلص لي السل الخدامه بزاف ديال الحوايج وبخصوص هاد البلاصه هادي ديال مارشي سونترال اللي جايه في السونتر ديال مدينه الدار البيضاء. يعني وكاين واحد الاقبال كبير من طرف السياح ما يمكنش نتساوي في ديال السياح وغادي تقول لي واش عندك الجواز ديال التلقيح. ماشي في مصلحتي حنا ماشي في دوله اوروبيه متقدمه اللي هي ديجا عطيك واحد الدعم. ما كاين لا دعم لا حتى حاجه ما كتسوقلكش واش غدير فايت واش غتلقى راسك كتسعى واش غتشرد واش عندك شي افراغ. ما كاينش هذا البحث هذا باش انا غادي نمشي في اطار القانون وغنقول لك السياح او مدني مغربي خصك تعطيني جواز ديال التلقيح في الوقت اللي انا كنعطي الرشوه غير باش يجي يجلس غير باش يجي يجلس. انا القضيه هذه بالنسبه ليا ما مربوحاش وما غنخافش وما يمكنش نقول لشي كليان اعطيني جواز ديال التلقيح. انا كنتحدى شي واحد من اصحاب المقاهي او المطاعم او حتى الحمامات يفرض على الكليان عندك جواز ديال التلقيح. واش هو كيدير دعايه بزباله الفلوس باش يجي غير كليان وغيقول ليه لا عافاك ما عندكش التلقيح سير بحالك. دابا حتى الخدامه اللي عندي هنايا الطاقم اللي كيشتغل معايا هنايا منهم عيالات منهم رجال يعني ما عندهم شي حاجه اللي كتضمن القوت ديالهم. يعني كيخدموا نهار بنهارهم في النهار في العشيه ملي كنسالي كنحسبوا الروسيطه كل واحد كيشد نهار وكيمشي بحالاته. يعني غدا في يد الله واش غيتخلص بعدا نفس ذاك البري اللي عطيته او لا لا. يعني هنايا سواء الناس اللي كيديروا الميناج سواء الناس اللي كيطيبوا سواء الناس اللي كيجيبوا الكليان حيت كاين بنات كيهضروا غير مع العيالات وكاين ولاد كيهضروا مع الرجال باش كيجيبوا لنا الكليان هنايا. وهاد البلاصه هذه يعني الدوله ديجا فارضه علينا السد للعشيه خصنا نسدو. يعني 90 دقيقه مباراه كنلعبوها المده الزمنيه ديالها 90 دقيقه خصك تصور تقريبا 600 درهم غير ديال الشارج ومن بعد خصك 600 درهم باش تخلص خدامه. ونجي انا نقول الكليان عندك الجواز الله يخليك. هذه ما يمكنش ما يمكنلاش تنجح. تنجح بحاله وحده الا كانت الدوله يعني مدعماك من بزاف ديال الجهات ممكن ولكن ما كاينش دعم ما كاينش كيتسوق لك يعني كدير المستحيل باش نسربي الكليان ديالي انايا. الرساله اللي كنوجهها هنايا واضحه وباينه يعني يحاولوا يخففوا علينا ويضمنوا لنا المستقبل ديالنا حيت راه الناس واكله العصا بزاف بزاف فهمتي. ما يمكنش شي حاجه اللي يمكن راها باينه واللي ما يمكنش راه ما يمكنش. شكون هذا اللي عنده الجواز؟ شكون هذا؟ راه تالا كان عنده شي واحد الجواز كاع ودار هاد الكوفيد لا دق هاد الفاكسان جوج ديال المرات راه تلقى جواز طيحوه هو لاحو كاع ولا نساه في الدار ولا ما عرفت فين داروا ولا داروا ضمانه كريدي في شي بلاصه. لا ما يمكنش نهائيا.